أنا بفصل كبات للأخوات المنتقبة للزفاف وكتب الكتاب. في بداية الأمر كنت مثلا أفصل الكاب على إنه بياخد 3 متر مني، حاليا بعد ما بقى ليا باع في الأمر يعني بقيت مثلا أفصله على إيه، على 3 إلا. والأخت لما تطلب مني مثلا وفي لي الطول شوية فأرجع أعمله لها على 3. فأنا بأحسب الحساب. العطلة لا بأس، مش نعم، أنت تبيع وتشتري، حددي السعر الذي تريدين البيع به. انا بقول على عدد الامطار، اوقات بمطرهولها على 3 واوقات بمطر على 2 على 3 الا أنت تبيع لها الامر. زي الجملة وخلاص، مالكيش دخل، مالهاش دخل هي بتفاصيل ذلك. ايوه، ما انا واخده بالي، انا بقول على الحساب عشان انا ما يبقاش عليا حاجه واخداها بس. أنت قولي لها هذا الثوب اللي هفصله قماشا وخياطة ب10 قروش إجمالا. ايوه بس كده، ايه دخل صاحب المال بالامطار وانت عديتها وما